ماتش منتخب مصر وغانا باذن الله 2-0 للمنتخب. توقعاتك مين هيجيب الجوان؟ تريزيجيه وكهربا. ايه توقعك ماتش منتخب مصر وغانا؟ هو ماتش هيبقى صعب بس ان شاء الله 1-0 لمصر اللي هيجيب الجون محمد مصطفى محمد ان شاء الله. توقعك ماتش منتخب مصر وغانا؟ 2-1 لمصر ان شاء الله وصلاح هيجيب الجون. بقول لك ايه؟ توقعاتك ماتش منتخب مصر وغانا؟ ان شاء الله مصر تنسحب 2-1. مين اللي هيجيب الاجوان؟ صلاح ومصطفى محمد. توقعاتك ماتش منتخب مصر وغانا؟ ان شاء الله 2-1 للمنتخب ان شاء الله. توقعاتك منتخب مصر وغانا؟ ان شاء الله 2-0 منتخب مصر. ماتش منتخب مصر وغانا؟ 1-0 منتخب مصر. ماتش منتخب مصر وغانا؟ ان شاء الله الفوز لمنتخبنا 1-0 ان شاء الله. بسم الله اللي جابتك ماتش منتخب مصر وغانا؟ ان شاء الله 2-1 لمصر. ان شاء الله 2-1 لمصر. ايه توقعك ماتش مصر ومنتخب غانا؟ والله اتوقع ان شاء الله ان الماتش ده يخلص تعادل لان الفريقين عايزين يكسبوا يعني. فدافع واحده فيخلص تعادل اتوقع كده مصر هتكسب كاب فيردي ونصحى ان شاء الله يعني. توقعاتك ماتش منتخب مصر وغانا؟ لا ان شاء الله كده مصر هتكسب 1-0. مين ان شاء الله يعني؟ مين هيجيب الجول؟ صلاح. توقعاتك منتخب مصر وغانا؟ اتوقع فوز غانا 2-1. توقعاتك ماتش منتخب مصر وغانا؟ والله هو ان شاء الله الناس كلها بتتكلم في ان الماتش صعب جدا بس انا متوقع ان شاء الله ان شاء الله ان هم يرفعوا راسنا يكسبوا 3-1. 3-1